بنات ازيكم؟ زي ما عدتكم كل فترة والتانية هنزل فيديو اسبوعي في نص الاسبوع هتكون بتكلم فيه مع البنات، فلو في اي رجالة اطلعوا برا الفيديو دلوقتي. للناس اللي اول مرة تشوفني، انا شيماء، انا ترافلر وقناتي مختصية بالترافل واللايف ستايل. دايما بنزل صور السفر بتاعتي على الترافل جروبز وعلى الانستجرام، فدايما بتسأل سؤال مشهور جدا او بيتكرر كتير جدا، انت ازاي بتسافري؟ انت ازاي بتروحي كل الاماكن دي؟ انت ازاي بتجيبي فلوس؟ انت ازاي ما بتشتغليش وبتسافري؟ طيب فيديو النهاردة هيكون رد على السؤال ده او كل الاسئلة حوالين نفس الموضوع، هو موضوع واحد، ازاي بتسافري وازاي بتجيبي فلوس. اوكي، او السفر محتاج فلوس فطبيعي. مبدئيا كده زي ما قلت لكم قناتي مختصية باللايف ستايل والترافل، فهنزل لكم فيديوين، اتنين فيديو، واحد في منتصف الاسبوع وده بيكون جيرل ستوك، واخر الاسبوع بنزل على اللايف ستايل بتاعي في السفر اثناء السفر وانا بتحرك. انا مبدئيا من الاشخاص اللي بحب السفر السلو ترافلينج، انا مش من الاشخاص اللي هي تروح في شمال ويمين وفوق وتحت وتعبانه وشايله شنطتي، لا انا بحب اروح اقعد في المكان واعيش لغايه ما احس ان انا ساتيسفايد، ان انا خلاص استمتعت بكل حته في المكان ده، بروح مكان جديد. طيب بقى كتير سالتني انت ازاي سلو ترافلر وما بتشتغليش او بتشتغلي وما بتقولناش. طيب هرد على الموضوع ده. اولا السفر يا جماعه محتاج حاجه مهمه جدا، اول حاجه البريبريشن، الاستعداد. اولا انا ما سافرتش في يوم وليله، انا كنت بحضر للخطوه دي وهي خطوه من اعظم الخطوات اللي عملتها في حياتي. تمام، فانتوا متخيلين خطوه كبيره عظيمه زي دي ما خدتهاش تاني يوم، يعني ما خدتش خطوه تاني يوم وسافرت. اولا يعني انا ما اتولدتش في بقي معلقه ذهب، انا كانت البادجت بتاعتي زي اي بنت عاديه جدا بسيطه، بشتغل باخد مرتب يا دوبك بيكفي فلوس الشنطه وفلوس الجزمه وفلوس الشوبينج او الخروجات مع اصحابي عشان ناكل جنك فود. زي ما قلت لكم اهم حاجه للسفر، لو انت خلاص عندك الانتنشن ان انت عايزه تسافري وتروحي وتلفي العالم زي فلان الفلانيه اللي انت عامله لها فولو على الانستجرام، هتلاقي معظم الناس اللي انت عامله لهم فولو على الانستجرام مختصين بالسفر اصلا. طيب انت ازاي بقى تبقي زي الناس دي؟ زي ما قلت لكم اهم حاجه الاستعداد. انا عشان ابتدي اسافر اخدت تقريبا سنتين. اول حاجه معظم البنات بتدرس بتتخرج بتشتغل شغلانه بسيطه بتاخد مرتب بسيط، المرتب ده بيكفي يدوبك حاجات بسيطه في حياتها. في اول سنه سنتين من البنات بيتخرجوا صعب ان انت تطلبي مرتب كبير، هيكون مرتب بسيط جدا، وده معقول لان انت لسه بتكتسبي خبره، فهتقبلي بالمرتب الصغير عشان تكتسبي خبره، بعد كده تقدري تطلبي مرتب كبير. طيب انا بشتغل يا ستي من الساعه 8 لغايه الساعه 4 كل يوم. طيب انت عندك شهاده، انت عندك هوايه، انت عندك حرفه، لازم تستخدمي الثلاث حاجات دول. يعني انا بشتغل شيفت 7 ساعات، اوكي باخد مرتب اكس. تاني حاجه لو عندك هوايه، بتعرفي تطرزي، بتعرفي تعملي تريكو، بتعرفي تعملي اكسسوارز، بتعرفي تجيبي تخيطي، بتعرفي تعملي اي حاجه، اشتغلي بالهوايه دي، اعملي منتجات وبيعيها اونلاين. والتسويق اونلاين سهل جدا يا جماعه، بصوا الناس يعني عندها يعني ادكشن هوايه كده او ادمان ان هي تطلب اي حاجه اونلاين حتى لو هي مش محتاجاها. لو عندك حرفه يا ستي، عندك تالنتس في الكمبيوتر، بتقدري تعملي حد يتصل بيكي معلش اكتبي لي حاجات على الوورد، اعملي لي شغل على الكمبيوتر، اعملي لي اي حاجه، طبخ، اكل، اي حاجه، لازم تستغلي القدرات دي وتطلعي منها فلوس. يبقى الحاجات القدرات اللي عندك دي سواء شهاده، سواء شهاده بخبره او بدون خبره، سواء عندك هوايه، سواء عندك حرفه وبتعرفي تعملي اي حاجه لاصحابك مقابل فلوس او الناس اللي حواليك مقابل فلوس اكسترا، اعمليها. تمام، فهيكون كده عندك ثلاث مصادر دخل، او حتى شغل اونلاين، فهيكون كده عندك ثلاث مصادر دخل. طيب دلوقتي احنا عندنا ثلاث مصادر دخل، اذا ما كانش اربعه، اذا ما كانش خمسه، انت وشطارتك. صدقوني تقدروا تعملوا فلوس كتير من كذا حاجه حواليكوا، بس لازم انتوا تكونوا حاطين سيركل على الحاجات دي. انا بعرف اعمل كذا وكذا وكذا، بعرف اعمل اكل حلو قوي،
اعمل اكل وبيع، بعرف اعمل اكسسوارات اعمل اكسسوارات وبيع، بعرف اعمل كروشيه اعمل كروشيه وابيع، فهيكون عندك كذا مصدر دخل. طيب الفلوس بقى اللي هتجيلك دي هتعملي بيها ايه؟ اول حاجه يا جماعه يا جماعه يا جماعه اهم اول حاجه يا حبيبتي، انت لو عايزه تسافري وتلفي العالم انت مش هتاخدي معاكي 5 6 7 8 شنط، صح؟ انت هتاخدي شنطه واحده بس 20 كيلو. طيب يعني انت مش محتاجه تعملي شوبينج، مش محتاجه يكون عندك 5 10 بناطيل جينز، 5 جيبات، 300 بلوزه، 500 سكارف، 3000 شنطه، 300 جزمه، انت مش محتاجه ده كله. انت محتاجه حاجات بسيطه اساسيه وكوني إليجنت في نفس الوقت. تجيبي حاجه ماشي او حاجتين من كل حاجه، يعني يكون عندك بنطلونين جينز فور اكزامبل، عندك 2 شوز، واحد كوتشي وواحد شوز عادي، عندك 2 سكيرت جبتين، عندك 5 شيميز، وتقدري تغيري ما بينهم. فاول حاجه لما بيجيلك لكشة الفلوس دي كلها تمام، اول حاجه لازم تبطلي شوبينج. نو شوبينج اوكي، لو عايزه تسافري بطلي شوبينج اوكي. انت عشان تعملي حاجه كبيره وهدف عظيم او حاجه انت حاسه ان هي صعبه قوي ان انت توصلي لها، هتضطري تتخلي عن حاجات تانية صغيرة انت بتحبيها، مش حاجات بتحبيها بتموتي عليها. انا مش بقول بس بطلوا تاكلوا وتشربوا. الشوبينج هتلاقي ان انت كل ما انت زهقانه بتتصلي بصاحبتك تعالي نروح المول، بتروحي المول تقعدي تشتري حاجات عليها سيل، وهي ما عليهاش سيل، هو بس دي خدعه عشان يخلوكوا تشتري. فبتشتري حاجات كتير جدا انت مش محتاجاها في حياتك تمام، وبتتراكم عندك وفلوسك بتخلص وبتبقي قاعده في البيت جنب الدولاب. جاتنا لوكشة الفلوس، بطلنا شوبينج، لازم نعمل انفستمنت للفلوس اللي بتجينا. انا بتجيلي يا ستي طبعا ثلاث اربع مصادر دخل اللي بيجيبوا لي فلوس. الفلوس مش زي ما انت متخيله 100000 جنيه ولا 10000 جنيه، انا مثلا ممكن اعمل 3 4 5000 جنيه حلوين عينيهم. روحي اشتري بيهم ذهب تمام، وبيعي، اشتري وبيع، اشتري وبيع. لازم تعملي مايندينج فور يور اكسبنسز، لازم تعرفي فلوسك بتيجي كام وبتصرفي كام وازاي بتستثمري. يبقى الفلوس اللي بتجيلي في جزء بيروح على الاكل والشرب وعلى الاساسيات بتاعت حياتك، في جزء بتحوشي، وفي جزء بتعملي انفستمنت. اكيد مش هحط كل فلوسي في الانفستمنت لان في ساعات بيحصل خسائر، فلازم تبقي ايه حاطه البيت بتاعك في كذا سله واحدة واحدة. ولما تتشطري وتبقي شاطرة وتبقي خبيرة ازاي تعرفي تجيبي فلوس وأدرجية كده، هتلاقي سبحان الله. والله يا جماعة حصلت معايا، انا بفكر ان انا اعمل فلوس من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، بعد شوية هتلاقي عندك 4 5 6 7 مصادر دخل، حتى لو حاجات صغيرة بس بتجمع على بعضها وتعمل حاجة كبيرة. هتعملي ايه؟ تسيبي شغلك اللي من 4 او من 8 للساعة 4، لان دي فترة كبيرة جدا تمام الشغل بياخدها منك عشان يديكي شوية فلوس. بس هو مش بيديكي بس فلوس، هو بيديكي خبرة وشوية فلوس. طيب هستخدم الاتنين دول، يبقى انا حوشت شوية الفلوس مع الخبرة اللي انا خدتهم، واقدر اعمل بيزنس خاص صغير ليا. لو انا بشتغل في مكتبة، بشتغل سكرتير، يعني بشتغل اي حاجة. انا عندي واحدة صاحبتي يا جماعة بجد كانت شغاله زي سكرتيره في شركه دهانات، ودلوقتي عندها شركه الدهانات الخاصه بيها. بجد كانت قصه الهام ليا، ان هو حاجه مش صغيره ان انت يكون عندك شركه بويا، يعني فاهمين. فلازم تمستري الحاجه اللي انت شغاله فيها. لو انت شغاله في ايه لازم تبقي شاطره جدا، مش تفكري في الفلوس. انا قاعده في المكان ده عشان احوش وعشان اكسب خبره، وبعد كده استخدم شويه الفلوس دي والخبره اللي عندي واعمل بيزنس خاص بي. طيب البيزنس ده لو انت ناويه تسافري لازم يكون بيزنس يعني في الغالب ما يتطلبش ان انت تبقي موجوده 24 ساعه. ايوه طبعا لو انت صاحبه بيزنس، اول فتره في فتح البيزنس هتكوني موجوده في البيزنس تقريبا 24 ساعه، وهيكون على قلبك زي العسل ان انت بتشتغلي لنفسك. بعد كده هتطلعي وتبقي عندك قدره وخبره اكبر تمام، ان انت تكوني
تقدري تسافري وتروحي وتيجي. طبعا انت، انا مش بقول لك ان انت من اول مره هتقدري تروحي تسافري 6 شهور زي وتقعدي في المكان 6 شهور. الموضوع ما جاش في يوم وليله، الموضوع بيجي بتحضير، بريبريشن بريبريشن بريبريشن، وكل شويه ايه الجاب بتاعت كنت بسافر اسبوع، بعد كده اسبوعين، بعد كده شهر، بعد كده شهرين، بعد كده 6 شهور، ودلوقتي اقدر اروح وارجع على مزاجي، محدش يقول لي تعالي وارجعي. تمام. فتستخدمي الاكسبيرينس بتاعتك دي، تعملي اونلاين بيزنس، اوكي، شغل خاص ما يتطلبش ان انت تكوني موجوده في مكان معين. تمام. وده اللي هيخليكي تسافري اكتر وتلفي العالم وتبقيش متقيده. بس في الاول طبعا هيبقى، لو انت هتعملي بيزنس صغير هيحتاج وجودك. ممكن حاجه من الحاجات اللي انت كنت بتعمليها، سواء الهوايه او الحرفه بتاعتك، تضرب معاكي بوم وتتشهري بيها، والناس تطلب الحاجه بتاعتك دي كذا مره، فانت هتبقي محتاجه ان انت تبقي موجوده في الاول فتره طويله، او تقضي وقت في الحاجه دي فتره طويله. بعد كده تقدري تعملي منها كميه وتسافري، وتقدري تبيعي مثلا اونلاين، تدفعي مرتب لحد هو يعمل لك الحاجه دي. تمام. فملخص، اوكي، لازم يكون السيفنج بتاعك اعلى بكتير من السبندنج، لازم يكون الادخار اعلى بكتير من النفقات، ان انت ما تنفقيش كتير. فبنحوش، بنقرط على الفلوس، بيكون عندنا كذا مصدر دخل، بعد كده زي ما قلت لكم بتستيبوا الشغل اللي هو من 8 ل 4 عشان يكون عندكم وقت اكتر تركزوا في الحاجه اللي بتجيب لكم فلوس اكتر. يعني لو بتعملوا 3 4 حاجات في نفس الوقت، هتلاقي واحدة بس منهم هي اللي بتجيب لكم فلوس كتير، فهتسيبي الحاجة اللي بتاخد وقت كتير وملهاش لازمة، تمام، عشان تدي وقت اكتر للحاجة اللي بتديكي فلوس حلوة، وبعد كده هتديكي فلوس اكتر. تاني نقطة، وهي ازاي لما ابتدي اسافر، خلاص معايا شوية فلوس حلوين في الاول كده، رضا، عايزة ايه، ادلع نفسي واروح اكافئ نفسي ان انا اسافر. طيب اول حاجة ازاي اقنع اهلي. طبعا احنا كشعب محافظ او كشعب مصري بالاخص او كشعب عربي، مش سهل ان البنت اللي هي ماما بابا انا مسافرة بكرة راحة كوالالمبور، لا طبعا هيقولوا لك لا. فلازم الاول زي ما قلت لكم بريباريشن، استعداد، او بتأهلوا باباكم باباكي ومامتك للسفر. ماما انا عايزة اسافر للحتة الفلانية، لا. بابا انا عايزة اسافر للحتة، لا. فحاولي قولي الموضوع ده، انا عايزة اسافر، انا عايزة اسافر، وهتلاقي لقات كتير، بس في الاخر هيستجيبوا ليكي. تاني حاجة في النقطة التانية، ان انتي لازم يكون معاكي فلوس، تمام، لازم يكون معاكي البادجت بتاعك، فباباك يحس او مامتك يحس لا بنتي شاطره، بنت قد المسؤوليه، ده هي معاها فلوس، ممكن يسبورت ليكي، او لو او مش، ما تاخديش من فلوس من اهلك، اوكي، قول لهم انا مسافره على البادجت بتاعتي، هم هيحسوا ان انت واحده يعني تقيله، يعني مش هتضيعي في السفر، تمام، فهم هيكونوا زي باك اب ليكي لو حصل اي حاجه، باباك هيبعت لك فلوس. بس انت مش هتحتاجي، ان انت ما تبقيش محتاجه منهم فلوس، او ان هم يسلفوكي فلوس عشان السفر، لا. الاهل جدا بيبقوا فخورين ببنتهم لما بتقول لهم انا معايا مبلغ الفلاني، ومعايا مثلا 10,000 جنيه على سبيل المثال، عايزه اسافر تركيا، تمام، لا خايفين عليك، ما تخافوش، انا حاجزه الرحله من كذا لكذا 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 لكذا، وصحابي راحوا والدنيا تمام وما تقلقوش، ودي بلد هاديه، دي بلد محافظه، دي بلد الاماكن السياحيه معروفه والكلام ده، تمام. فلازم اهلك يكتسبوا الثقه فيكي، انت تبقي في مواقف قبل كده مرت وحصلت، فهم شايفين بنتهم قويه، بنتهم تقدر تسافر لوحدها، بنتهم حصل لها مواقف قبل كده في حياتها وكانت قد المسؤوليه وعدتها ونجحت، دي كانت حاجه مهمه جدا. طيب اتكلمنا مع اهلنا، عملنا لهم تريننج، اهلناهم ان هم يقبلوا، لازم يكتسبوا الثقه فيكي، بتسافري على حسابك، كل الكلام ده. طيب اهلي وافقوا وخلاص عايزه اسافر، ازاي بقى اسافر؟ اروح اسافر الصين، اروح اسافر امريكا، اروح اسافر انجلترا؟ لا يا حبيبتي، اول ما تبتدي تسافري، سافري جوه بلدك، حته بعيده شويه بس جوه بلدك. اولا اهلك مش هيرضوا يخليكي تروحي مثلا المانيا لوحدك، مش هيخليكي تروحي امريكا لوحدك، ده حتى لو معاكي فلوس تقدري تدفعي تعمل الطيران ده، لان الطيران للاماكن دي غاليه جدا، انت مش هتقدري عليها في اول حياتك. فتقولي لهم انا رايحه شرم الشيخ، دهب، سيوه،
اي حاجه قريبه، مش قريبه لان دهب وسيوه اصلا بعاد جدا. انا لما ابتديت اسافر سافرت سيوه، وعايزه اقول لكم يعني انا عملت خناق عشان بس اروح سيوه في راس السنه واقعد فيها 3 ايام 3 ليالي بس. عملت خناقه كبيره جدا مع مامتي، بس بعد كده هم خلاص اتعودوا وبقوا يعني هي اول طلعه دي يا جماعه يا بنات صعبه جدا، بعد كده هتلاقوا الدنيا اسهل اسهل اسهل. انا مش عايزه منكم فلوس، انا طالعه على حسابي، انا تعبانه، انا مرهقه، انا استاهل السفر، استاهل ان انا اتفسح في مكان جديد. فالسفر لمكان جوه بلدك ليه مستين، اول حاجه اهلك هيبقوا مطمنين، تاني حاجه انت هتستكشفي نفسك، هتقدري ان انت فعلا شخصيه تقدري تسافري، انت شخصيه فعلا تقدر تتحمل مشقه السفر وتعب السفر وارهاق السفر، لان السفر مش سهل يا جماعه. السفر محتاج 8-10 ساعات قاعده في باص، تقدري تعملي ده؟ هتنزلي توصلي الباص ستيشن الساعه 6 الصبح و5 الفجر، فهتقعدي ساعه على المواصلات تبدا تشتغل عشان تقدري تروحي الاوتيل بتاعك مثلا، هتقدري تعملي كده؟ هتوصلي متاخر الساعه 11-12 بالليل في مكان ما، وهتستني التاكسي، فالتاكسي هيتاخر عشان يوديك الاوتيل اللي انت دافعه له فلوس وحاجزاه له. فلازم تستكشفي نفسك في السفر القريب، عشان لو حصل حاجه لا قدر الله وانت اكتشفتي ان انت لا انت محتاجه تدريب اكتر، يعني انت بعد ما دربتي اهلك انت محتاجه انت تتدربي اصلا على السفر وتتحملي مسؤوليتك في السفر، لان ده موضوع مش سهل، بس دي مميزات ومتعه جباره يا جماعه. حاولي دايما لما تسافري كل مكان جديد اعملي صداقات جديده، تمام؟ وللاسف هتلاقي اكتر اللي بيساعدوكي ولاد، يعني لو بنات البنات ما بتساعدش بعضها في السفر قد كده، يعني انا قلما جدا لما بقابل بنات وبحس ان هم يعني بيساعدوا، لا لو ولد هتلاقيه دايما بيساعد وبيدي ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس لازم تكوني طبعا حاطه حدود وخطوط، وانت طبعا باسلوبك وكلامك فالشخصيه اللي قدامك هتبقى عارفه اولك من اخرك، واهم حاجه تكونوا عارفين اخرك ايه. فلازم تعملي صداقات جديدة، لان انت لما بتتكلمي مع كذا حد مثلا، انا انت جيتي سافرتي دهب وانا بقالي مثلا اسبوع في دهب، فهديك الخبرة بتاعتي، تمام؟ عشان تعملي شورت كات لحاجات كتير وتتفادي حاجات غلطات اللي قبلك عملوها، فان انت تعملي اصحاب جداد هيفتح لك حاجات كتير جدا. انا فاكرة ان انا اول ما روحت دهب تعرفت على واحدة صاحبتي، ودي كانت من الناس النادرة، استضفت يعني بعد ما قعدت اسبوعين، تمام؟ استضافتني عندها اسبوعين كمان وما دفعتش اي حاجة، وكان عندي الوقت ان انا اقعد. فان انت برضو ان انت تسافري بتتعرفي على اصحاب، هتلاقي برضو ان انت بتعرفي تجدي طرق ان انت تحوشي او ان انت ما تصرفيش اكتر، يعني بدل ما انا ادفع اوتيل قالت لي تعالي اقعدي معايا في الشقه، او كنت بجيب حاجات بسيطه فواكه شوكليت بعد ما على الدينر، بس طبعا الحاجات دي عبيطه جنب اللي انا كنت هدفعه يعني في اسبوعين في اوتيل على الاقل، بلس ان انا كنت مستمتعه ومبسوطه ان انا قاعده معاها وبنعمل جو وبنخرج وبنعمل شعرنا ونحط ميك اب ونتكلم عن تجاربنا والكلام ده كله. تالت حاجة وهي حاجة غريبة جدا هكلمكم عنها، وهي الفتنس. ايه علاقة الفتنس بالسفر حضرتك؟ طبعا لازم يكون عندك لياقة صحية وقدرة عن ان انت تمشي ساعات طويلة، وان انت تقدري تشيلي شنطة السفر على ظهرك وتمشي بيها خطوات كتيرة، دي حاجة مهمة جدا. فدايما بنصح البنات لإما هم يشتركوا في جيم، بتروحي كل يوم الجيم نص ساعة تجري على التريدميل وتعملي شوية ايروبكس، تمام؟ لإما يا ستي لو مش عايزة تدفعي فلوس في جيم روحي اتمشي للشغل بتاعك نص ساعة رايح نص ساعة جاي، بس خطوات سريعة بحيث ان دقات القلب تزيد. صدقوني لو انت صحتك او الفتنس اللياقة الصحية اللياقة البدنية بتاعتك عالية، دي هتساعدك كتير جدا في السفر، مش هتضطري مثلا تطلبي تاكسيات ومش عارف ايه، وهتقدري تستحملي البابليك ترانسبورتيشن، لان انت اتعودتي ان انت تحطي، لان الورك اوت او التدريب هو استرس انت بتحطي جسمك فيه، والسفر استرس، في جزء من السفر ذات نفسه رحلة السفر جيرني دي استرس على الجسم، فلازم تكوني معودة جسمك على السفر على الاسترس الحلو ده، يعني هو مش استرس وحش هو استرس حلو، فانتي لازم تكون الفتنس بتاعتك حلوة جدا، تعرفي تمشي لا يقل عن نص ساعة بدون ما تنهجي، تقدري تطلعي سلالم، تقدري تتمشي كتير، تقدري تعملي جوجينج، الحاجات دي كلها ان شاء الله تصحي الصبح بس ربع ساعة
2 3 كيلو جري وترجعي البيت، بدل ما تستخدمي الاسانسير بتاع بيتك اطلعي السلم. ماما عايزه حاجه انزلي السلم، اطلعي السلم من السوبر ماركت، روحي شغلك رايح جاي ماشي، جيبي عجله، خدي لو انت ساكنه جنب كورنيش جنب يعني فيو حلو، خدي العجله واعملي سايكلينج 5 كيلو 8 كيلو. ده جدا الايروبكس او الرياضه الهوائيه مهمه جدا 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 لصحتك، وهتكون عليها امباكت حلو جدا 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 في السفر. ثالث نقطه اتكلمنا عنها اللي هي الفتنس، والفتنس انا ربطتها بحاجه مهمه جدا اسمها المينيماليزم. يعني ايه المينيماليزم؟ يعني اقتصاديه موفره، بقدر ان انا اوكي انا وصلت مثلا دهب او شرم الشيخ، اروح اكل في اغلى مطعم، اروح افطر في المكان الفلاني، اروح. يا جماعه السفر او الاستمتاع بالحياه مش هو ان انت تروحي مطعم الفلاني وتروحي تاكلي، او تروحي عند براك ولا براك ده. يعني انا رحت تركيا ما اكلتش عندهم، يعني ما رحتش ولا اسمه ايه ده بتاع اللحمه اللي بيعمل الملح كده، نسيت اسمه، او براك ده اللي انا فاكره. والله عديت على المطعم بتاعه وقعدت اضحك، يعني ايه ادفع الفات عشان اروح اكل حته ستيك؟ ما اعملها في البيت. تمام، فالحياه يا جماعه مش هي زياره مطاعم وان انا اكل الستيك المرشوش عليه الملح بالشكل ده. ده كله يعني ايه، خدع كدابه، يعني حاجات هبله يعني، فاهمه؟ فما تخليش اقصى طموحك ان انت تسافري عشان تروح تاكلي في المطعم الفلاني. ايوه اتفسحي كل اللي انت نفسك فيه، بس الحياه مش اكل. حاولي ان انت الصبح دايما عودي نفسك اول ما اصحى من النوم في السفر، يعني ما تحاوليش ان انت تاكلي كتير، يعني دي برضو عشان هتلاقي اكتر الفلوس بتاعت السفر بتروح في الاكل، يعني غير الاوتيلات والفنادق. وحلينا الموضوع ده ان انت لما تروحي مكان تعملي اصحاب ممكن يسكنيكي عندهم. تاني حاجه ان الفلوس كلها بتروح في الاكل. طيب وقبل ده كله الشوبينج، يعني لما تروحي مكان جديد ما تعمليش شوبينج، ضروريات. تمام، طيب فلما اسافر ما اخليش البادجت تضيع بتاعتي ال 10000 جنيه ولا ال 5000 جنيه اللي انا محوشاها يضيعوا في الاكل والشرب. خلي دايما، انا معوده نفسي كده، وجبه واحده في اليوم اساسيه. انا باكل 3 وجبات تمام، بس الوجبه الاساسيه اللي بحس ان انا خلاص بقى كده اكلت وباور هي وجبه العشاء بتاعتي. والعشاء بتاعي بيكون الساعه 6 6:30، لما اكون متاخره بيكون 7 7:30، وده بالنسبه لي متاخر، وما بحاولش اخلص كل الاكل، اكل نص الوجبه واخلي الباقي للفطار. فبفطر على الساعه 12، باخد غدا على الساعه 3، وبتعشى على الساعه 6 7. تمام، الصبح اول ما بصحى الواحد ما بيبقاش ليه نفس يعني يروح ياكل مش عارف في المطعم الفلاني، يا دوبك حولي نفسك كده اول ما تصحي تشربي ميه كتير. تمام، خلي دايما معاكي مثلا مشروب كده صحي، نعناع، شاي اخضر، قهوه خضراء. اول ما تصحي كده تشربي حاجه يعني عشبيه. تمام، هيسد نفسك ساعه ولا حاجة. بعد كده هتاخدي البلاك كوفي، عودوا برضو نفسكم على البلاك كوفي. انا مش من النوع اللي بحب اللبن والحاجات، لا انا بحب اول ما اصحى من النوم اشرب حاجة كده اربل اعشاب. بعد كده بشرب بعدها بساعتين بشرب بلاك كوفي، ومش لازم يكون من ستاربكس او يكون من كوستا كوفي، او بجيب الساشيه الكيس بتاع الكوفي بحط شويه ميه مغليه وبشربه وببقى في منتهى السعاده. باجي بقى على الساعه 12 كده ممكن اعمل سموزي. لو انت مسافره دايما مثلا روحي السوبر ماركت، خلي دايما الفطار في البيت. روحي السوبر ماركت جيبي عيش هيلسي اللي هو كامل القمح او حاجه زي كده، وتشيز. تمام، وروحي الماركت جيبي خيارايه طماطمايه جزرايه، واصحي الصبح يا ستي حطي دول على بعض طماطم جبنه بالقوطه زي ما بيقولوا في القاهره، وشويه جيب ممكن في علب زيت زيتون صغيره كده وتحطيها، وتبقى بصي احلى اكله مع كوبايه شاي. خلاص شكرا كده انا تمام. تمام، مش معنى كده ان انت ما تروحيش تفطري مع اصحابك، روحي افطري مع اصحابك يوم، بس مش كل يوم هنروح نفطر في المطعم الفلاني وتضيع البادجت. وصدقيني انا شفت والله العظيم يا جماعه لما كنت في دهب كان في بنت جايه ساكنه معايا، البنت دي كانت المانيه بتلف العالم كله. طيب الفطار بتاعها كان ايه؟ كانت جايبه اللي هو الكيس الشوفان وعلبه النص كيلو او نص كيلو لبن تحطه الصبح، بس ده فطاري.
ولو عرفت تجيب موزه او فراوله او اي حاجه عشان هما بيحبوا الفاكهه جدا في مصر، بتقطع ترانشات وده شكرا، ده الفطار. فينك راح البحر وتنط على الميه، تمام، تحرق كل اللي هي اكلته، تمام. ف خلي دايما الفطار حاجه بسيطه، ما تفتحيش بطنك، يعني خلي بطنك ملمومه، يعني صغري، عايزين نصغرها، تمام. يجي وقت العشاء او سوري الغداء، انا دايما لما بروح مكان بسال فين السوق الشعبي، فبروح اجيب خيار، طماطم، او بلاش طماطم، بجيب الخضار اللي بيقعد يقدر يعيش 2 3 4 ايام كده معايا حتى لو مش محتاج تلاجة. بجيب خيار، جزر، خس كتير، واقطع ده واعمله زي طبق سلطه. ممكن بقى لو انت بتحب اللي هي اللي هي زي اسمه ايه ربي، الروست والحاجات اللي هي البارده، تمام، بتجيبيها من السوق لو في سوبر ماركت جنبك، او جبنه فتة وتقطعيها، وده يبقى الغدا بتاعك وزي الفول وتشيك بيز. شكرا يا جماعه، انا مش محتاجه اكتر من كده، غدا بسيط عشا كده. اهم حاجه ان انت ما تجوعيش نفسك، لان لو جوعتي نفسك هتروحي اي مكان وتلتهمي الاكل الايه الغير صحي. فاحنا قلنا فتنس، والفتنس مرتبطه من المينيماليزم اللي احنا بنوفر، بنخلي ان البادجت بتاعتنا ما تروحش تتصرف في الاكل، فبناكل اكل صحي عشان نحافظ على الفتنس. بنمشي كتير، بنشوف هنشترك في جيم او نعمل اي اكتيفيتي او الدور اكتيفيتي، ودي سهله جدا تعمليها في اي مكان. فكده العشاء بتاعك. يجي وقت الغداء يا ستي، روحي اتغدي في اي مطعم، مش لازم المطاعم اللي هي الفايف ستار، روحي اطلبي شويه رز، خضار، و مثلا فراخ مشويه، لحمه مشويه، او كباب، او وات ايفر، فهتلاقي ان انت وفرتي الغداء ووفرتي الفطار وايه وكل الفلوس، يعني مش كل الفلوس، جزء كده راح في العشاء، عشان الاكل الوجبه العشاء انا دايما بحبها تكون تقيله عشان تصمد في بطني لتاني يوم، لان انا بقعد من 6 ل 12 تاني يوم مش باكل، بشرب ميه بس او اعشاب حاجات من غير سكر. فدايما خلي الفتره دي اخر وجبه تكون تقيله عشان تقعد في بطنك مده طويله وما تحسيش ان انت جعانه وهفتانه، وخاصه ان انا بروح انا من بدري، فباجي يعني لو اكلت 6 7 خلاص ما ببقاش جعانه قبل النوم، بصحى وببقى نفسي مسدوده، بشرب حاجات تسد نفسي اكتر زي الاعشاب والبلاك كوفي على وجبه الفطار، باكل اي حاجات بسيطه كده. تاني بوينت في المينيماليزم، زي ما قلت لكم لما بتسافروا بتكون شنطتكم اهم حاجه في السفر، قلنا الفيتنس، تمام، تالت نقطه سوري الفيتنس، تمام، تاني حاجه المينيماليزم، تالت حاجه لان الفيتنس هتاثر على الاكتيفيتي بتاعتك ان انت تقدري تعملي الانشطه، والمينيماليزم هتوفر لك فلوسك وصحتك هتكون احلى، لان اختياراتك بتكون صحيه اكتر، سواء في الاكل لان انت اللي بتعملي اكلك لنفسك فبتختاري اختيارات صحيه. تالت حاجه سافر، اهم حاجه والله هتحسوها جدا لما بتسافروا، بتبقوش عايزين، يعني ممكن تبقي واخده 10 فساتين هتلاقيكي بتلبسي فستانين بس وبتغيري من ده لده لده، خدوا حاجه مريحه جدا، حاجه تقدروا تستخدموها سواء في الجيم، سواء في النوم، سواء في مقابله اصحابكم، سواء في الخروجه. يعني دايما باخد مثلا تيشرتات، شورتات، حاجات خفيفه جدا جدا، ليجنز، باخد ليجنز دي مهمه جدا في حياتي، يعني انا تقريبا 90% من عمري ضايع في لبس الليجنز، لان الليجنز اول ما بصحى بلعب رياضه وممكن اتمشى قبل اصحابي، الليجنز سهله جدا وبتعمل كفرج كويس وبتحمي رجليكي من الشمس والخربشه واي حاجه، وبتساعدك ان انت تمشي احسن، او يعني بتديكي كده شيب او بتخليكي في المود ان انت تعملي اكتيفيتي. فدايما وانتم مسافرين خدوا شنطه او خدوا حاجات بسيطه جدا، انت مش رايحه تعملي فاشن شو، انت مش محتاجه تروحي تعملي شعرك، شعري ده انا عاملاه بس ضفاير 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 مع كريم او جل او خلاص، مش محتاجه بقى الايرن والبيبيليس وي 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 وي، مش محتاجه اي حاجه من دي كلها، تقدري تعملي كل حاجه from kitchen. يعني ايه؟ انا مثلا لو انا مسافره مش هاخد علبه الشامبو الكبيره دي، ممكن باخد يعني سمول بوتلز كده فيها الشامبو بتاعي، بس باخد سمول بوتلز فيها الكريمات بتاعتي، بس مثلا انا هاخد البادي لوشن بس مش هاخد البادي سكراب. ليه؟ لان انا لما اروح المكان اللي انا رايحاه هشرب قهوه، فاقدر اخد الـ 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 البواقي من القهوه اعمل بيه بادي سكراب،
صح ولا، او لو انت مسافره مش هتحتاجي تعملي بودي سكراب. بس انا بديكوا بديل ان انتوا مثلا لما تسافروا في حاجه اسمها الشامبو بار، دي زي صابونه كده تقدروا تستخدموها بديل كشاور جيل، تقدروا تستخدموها كبديل للشامبو، للشامبو بتاع الشعر، تقدري تستخدميها بدل الجيل بتاع الشيفينج، تمام؟ تقدري تستخدميها في الهاند ووشينج، تقدري تستخدميها في غسيل ملابسك الداخليه لو انت بتسافري. طبعا انا مش بحب حد يغسل لي ملابسي، انا بغسل بجيب زي طبق كده صغير او في الحوض وبغسل وكويس، لان هدومي بتبقى عرقانه ما بتبقاش متوسخه، تمام؟ فلازم يكون عندك بدائل، مش كل حاجه وانت مسافره هتلم البيت، مش هتعزلي، انت هتاخدي الاساسيات الاساسيات الاساسيات، هتاخدي فستان، هتاخدي شورت، هتاخدي ليجن، هتاخدي كوتشي، هتاخدي صندل او شبشب. انا هنا عايشه بالشبشب طول حياتي، ما بلبسش الكوتشي غير لما بكون طالعه اجري، وقلما جدا لما بلبس كوتشي، يعني هو تقريبا ما بيطلعش غير لما بكون راح اجري، لكن عمري ما لبست كوتشي راح اقابل مثلا حد او خارجه اتمشى شويه او خارجه اعمل اجيب طلب البيت ولا الحاجات دي كلها. لا انا بس يعني بجيب الاساسيات. انا مسافره ست شهور، واخده معايا كام؟ تقريبا 20 كيلو بس. و20 كيلو في 6 شهور على فكره يا جماعه ده يعني وزنه قليل جدا، وال20 كيلو كمان يعني يعتبر اكتر من اللي انا واخداه من اساسياتي، لان انا واخده حاجات اكسترا عشان ما اضطرش اشتري الحاجات دي عندي اوريدي، تمام؟ لان لما من وقت ما بطلت اعمل شوبينج اكتشفت ان انا عندي حاجات كتير جدا 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 جدا، تمام؟ فبستخدمها بشكل كده معتدل، فبتعيش معايا فتره طويله. فقلت بدل ما اسافر واقعد اشيل الحاجات دي، لا انا هاخدها بما كده كده عندي وزن زياده او وزن فاضي، فهاخد الحاجات دي وتخلص بقى هناك في 6 شهور. لما بحتاج حاجه او حاجات بشتري، بس لما بروح اشتري ما بشتريش من مول، بروح اشتري من المحلات الصغيره اللي فيها ست وراجل عواجيز كده. والله يعني انا جايبه ده من محل هنا صاحبه ناس عواجيز جدا، عارفه الاكشاك يا جماعه اللي هي بتبيع شنط هاند ميد وحاجات حاجات بسيطه جدا وسعره رخيص جدا. لو رحت اشتريته من المول هيبقى تمن دق، لو من عند الست ده عامل مثلا 100 جنيه مصري او 80 روبيه، حاجات بسيطه يعني، فاهم؟ وكمان يعني يعتبر 80 روبيه عليه كتير، بس ان انت مش عايزه تفصلي مع الناس دي لان انت كده بتعملي سبورت للناس اللوكال. فزي ما قلنا لازم يكون عندنا بدايل للكوزموتكس، لو انت عايزه بادي سكراب انت بتعمليه من القهوه بتاعتك، لو عايزه بدل ما تاخدي شامبو كونديشنر وي 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 بتاخدي اللي هو الشامبو بار او اللي هي الصابونه الطبيعيه دي بتستخدميها على شعرك وجسمك وشيبنج كل حاجه، تمام؟ يعني بتجيبي حاجه بتعيش او بتستخدميها بكذا شكل، دي بتخليك ان انت بدل ما تكوني واخده 300 كيلو بتبقي واخده بس 3 4 كيلو وانت مسافره، وهتلاقي ان دي ادفانتج جامده جدا جدا جدا، هتحسوها في السفر ان انت معاكي لايت ويت، ان انت معاكي وزن خفيف جدا، هتحسي ان انت كده فراشه في المطار ومبسوطه بنفسك وفخوره، او ان انت مسافره بالباص من شنطتك افتحيها هي شنطه صغننه كده فيها كل حاجه شقلبها، يعني هتفتحيها هو في الكمين والتفتيش والكلام ده، واول ما يفتحها مش هيلاقي فيها حاجه فمش هتتفتشي، فهتوفري وقت، هتبقي قاعده كده في الباص مرتاحه والتانيين كل واحد فاتح شنطته على مصراعيه. حاجه مهمه جدا اكتشفتها مؤخرا ان الحاجات الميديكال اللي بشتريها من الصيدليه ارخص من الحاجات الكوزموتكس، يعني لو عايزه اجيب سان بلوك اجيب سان بلوك ميديكال، هو طبعا سان بلوك غالي في كل الاحوال، بس بكتشف ان هو الشكل الطبي تمام ارخص بكتير من الشكل اللي هو البراند. فبدل ما تروحي تجيبي سان بلوك ب 300 400 جنيه، في حاجه اسمها باراسول او حاجات كده، ممكن تروحي للصيدلي وتقولي له انا عايزه كريم واقي للشمس مثلا، انا بدي اكزامبل، بس يكون سعره كويس، هيديكي حاجه. هتكون الصيدليه يا جماعه يعني معظم الادويه بتبقى حاجات اعشاب ميكس او معموله على بعضها، فالصيدليه مش هيديكي حاجه فيك، بالعكس ده البراند ممكن يحط اديتيفز ويحط مواد حافظه وبلاوي والوان عشان يحللك منظر البرودكت بتاعه. لكن لو انت رحتي الصيدليه وتقري الانجريدينت هتلاقي كلها حاجات طبيعيه. فدايما خلي البديل بتاعك حاجات من الصيدليه بشكل طبيعي،
تمام. دايما لما تيجي تشتري حاجه اعرفي انت هتشتري منين، يعني مثلا لو هشتري كوزموتكس اللي هو الشامبوهات والكونديشنر والحاجات البيوتي، دايما هتلاقوها في الصيدليه بقى اغلى من السوبر ماركت، فهتروح تشتريها من السوبر ماركت اللي بينزل سيل او باسعار الجمله. فلازم يكون عندك الفهلوه دي ان انت ازاي توفري فلوسك من كل حاجه. بدل ما اروح اصرفها على الاكل انا باكل في البيت وجبتين، بدل ما اروح اصرفها على الشامبوهات واللبس والشوبينج والكلام ده، لا انا ممكن اتفسح اكتر مده واطول المده اكتر لو حوشت اكتر. بدل لو انا محتاجه حاجات ضروريه بروح اشتري من الاسواق اللوكال واعمل لهم سبورت، واروح اشتري من الصيدليه الحاجه الفلانيه والسوبر ماركت اللي بيدي بالجمله الحاجه الفلانيه. فتلاقيك ان انت وفرتي مبلغ كبير جدا، وتحس ان انت عملتي انجاز، وان انت خاصة ان انت تعبانة في الفلوس دي وموفراها يعني عرق جبينك. انا والله يعني انا من الاشخاص اللي بحس بفلوسي جدا، لان فعلا انا تعبت فيها. انا بقول لكم قعدت سنتين بستعد للسفر، ف يعني وما يأستش وما فقدتش الامل ولا قلت خلاص اعيش اليوم واموت بكره والكلام ده، لا انا كنت بحط حرفيا قرش على قرش قرش على قرش عشان اقدر احوش، عشان اقدر اصرف، وعشان كمان اسس نفسي ان انا اسافر ويكون عندي باسيف انكم. ودي حلقة كبيرة جدا هنتكلم عليها بشكل تفصيلي في فيديو جديد، تمام. اخر نقطة واللي هي النقطة رقم 4، ايه؟ البنك اكاونت. قبل ما تسافري يا حلوة يا شطورة لازم يكون معاكي على الاقل حسابين في بنكين. ليه؟ لان حصل معايا موقف ان انا كنت مسافرة مكان، اول ما وصلت المكان جيت احط الكريدت في المكنة، تمام، والمكان ده شويه ما فيهوش بنوك، يعني انا عشان اروح بنك لازم اتصل بتاكسي ادفع له بتاع 300-400 جنيه عشان ياخدني للبنك، لان كان في منطقه نائيه، تمام. يعني ناحيه الذهب والحته دي البنوك مش متوفره، فلازم اسافر او اخد تاكسي ب 100 جنيه ومش عارف ايه. وطبعا انا ما كنت لسه واصله ما اعرفش اسعار التكاسي، ودي مست الاصحاب يا فلان انا عايز اركب تاكسي من هنا ادفع كام، فدي طبعا ميزه من مزايا الاصحاب. فاول ما حطيت الكريدت في المكنه الكارت بتاعي كان اكسبايرد او حصل له اكسبايريشن في اليوم ده، والمكنه سحبت الكارت وانا معيش غير 100 جنيه 200 جنيه معيش فلوس ان انا اقدر اكمل. طبعا الموضوع كان خضه بالنسبه لي كبيره جدا جدا، وقتها ما كانش معايا غير حساب بنكي واحد بس، ودي كانت مشكله، تمام. وكان حساب بنكي يعني مصري او مش انترناشونال. ميزه الانترناشونال شويه ان هو تقدري تعملي حركات اونلاين اسهل واسرع، يعني ليه ادفانتج. فلازم يكون معاكي حسابين، واحد من البلد بتاعتك وواحد يكون انترناشونال لو تقدري، او حاجه كبيره يعني بنك تقدري لو سافرتي بره مصر او البلد بتاعتك تقدري تتعاملي بالكارت التاني. طبعا انت هتقدري تتعاملي بالبنكين، البنوك كلها تعتبر تقدري تتعاملي انترناشونال، بس مهم جدا يكون معاكي على الاقل 2 ديبت كارد تقدري تسحبي منهم، عشان لو واحد حصل له حاجه التاني يكفرك لغايه ما تشوفي الاولاني ده انت هتعملي فيه ايه. انا مش من النوع اللي بحب يكون معايا كاش كتير جدا في جيبي، فدايما بحب اسحب اول باول عشان اجمع الرسائل بتجيلي فاعرف انا صرفت النهارده كام في اليوم الفلاني كام وهكذا. فدايما بحب استخدم الكريدتس اكتر، فده حاجه مهمه ان انت يكون معاكي حسابين في البنك. وبكده يا بنات دي الدايره بتاعتي بحبها جدا، بكتب فيها كل افكاري كل لايف روتينز بتاعتي كل اهدافي كل حاجه هنا. دايما بحب اكتب كل حاجه، يعني بحس ان انا لما بكتبها بحس ان انا I can do it. اوكي، المهم فيديو النهارده خلاص. لو عندكم اي اسئله تانية انا بجمع الاسئله وبكتبها وبشوف اهم او اكتر سؤال اتكرر وبجاوب عليه. زي ما قلت لكم انا شيماء، انا بسافر على مدى حياتي دلوقتي، انا مش مضطريه ان انا اقعد في مكان واحد، انا لايف تايم ترافلر. دلوقتي انا قاعده في جزيره حرفيا جزيره متحوطه بميه، انا عشان اطلع وادخل من الجزيره دي لازم ايه
احجز تيكت بوت بالكارد بطلع من الجزيره. لو عايزين تعرفوا انا قاعده على جزيره ايه هتشوفوها على الانستغرام، انا كاتبه مكان اقامتي على الانستغرام وتقدروا تشوفوا الصور اللي انا بنزلها ليا وانا قاعده على الجزيره دي، او بنزل ريلز اكتر على شكل الجزيره او بصور الجزيره اللي انا قاعده عليها. اعملوا فولو الانستغرامي وسبسكرايب لقناتي، شجعوني زي ما قلت لكم هنزل فيديوهين بالاسبوع، واحد في نص الاسبوع هيكون عن الجيرل توك وهيكون بالشكل الفيرتيكال اللي انا قررت ان انا اخليه بالشكل الفيرتيكال، واللايف ستايل والترافل اللي هو اللونج فلوجز اللي هي اللي هتقعد مده طويله او عملت اكتيفيتي او ادفنتشر هعملها بشكل هوريزونتال، وده بينزل في الغالب اخر الاسبوع. لو عجبكم فيديو النهارده قولولي، لو عندكم اي اسئله او اي حاجه عايزين انصحكم بيها، خاصه ان انا يعني حابه اساعدكم جدا لان انا كنت عايشه حياه فعلا محصوره في البيت، ما كانش مسموح لي بالسفر، ما كانش مسموح لي باي حاجه لغايه سن 28 سنه، فاستقريت عن اهلي، جبت شقتي، جبت عفشي، جبت بدات استقل بنفسي، وكان ده من اعظم القرارات اللي انا خدتها في حياتي. اي نعم اهلي زعلوا في الاول بس بعد كده احترموا قراري ده، وهم لما شافوني بطلع زي الصاروخ مش بنزل كانوا فخورين جدا بيا. اي نعم ما ادونيش اي دعم بس انا دعمت نفسي بنفسي، وكنت قد الثقة وكنت قد المسؤولية الكبيرة العظيمة ان انا عملتها. حسيت جدا ان انا مرتاحة نفسيا وانا لوحدي، حسيت ان دي الزون بتاعتي، ده بيتي، ده شقتي، ده عفشي. اي نعم عفشي ما كانش واو، كان سكند هاند كله يا جماعة ما بيني وما بينكم، بس انا فخورة جدا بيه. انا دلوقتي منجذبة اكتر للطبيعة وحوالين الطبيعة، يعني بحس ان انا مبسوطة جدا جدا لما يكون في شلالات وخضار وسما زرقاء. يعني انا الفيو بتاعي دلوقتي تحفة يا جماعة، انا قاعدة في فيلا صغننة جدا جدا، في بول صغنن ومطبخ باربي كيتشن هنا، وفي السرير بتاعي الصغير، بس انا مبسوطة جدا هنا جدا 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 على الجزيرة. يعني بصحى الصبح بدري، بكتب الجولز بتاعتي، بمشي عليها بالترتيب، عايشة حياة صحية، بجري، بمشي، باكل اكل هيلسي، بوفر فلوس كتير جدا لان هنا مصروفي نفس مصروف بلدي، تمام، بالرغم ان انا بدفع ايجارات وكده، بس انا قلت لكم الباسيف انكم بيغطيني، وانا مصروفي هنا نفس المصروف اللي انا بصرفه في بلدي، فمش حاسه ان انا مضطريه او ان انا مزنوقه ماديا، لا انا مغطيه نفسي كويس جدا. ودي تيبس اند تريكس انا هديها لكم في الفيديوهات الجايه. ما تنسوش تتابعوني وتفعلوا جرس الاشعارات عشان اي فيديو هنزله على قناتي يوصل لكم الاشعار وتتفرجوا عليه وتستفيدوا بخبرتي، ويا رب تكون خبرتي مفيده ليكم. لو اي حد عنده كومنت نيجاتيف يخليه لنفسه ولو اي حد عنده كومنت حتى لو نيجاتيف بس بناء اكتبه لي، ولو حد عنده اي سؤال اكتبه لي وانا هرد عليكم، ولو حد حابب يسال اي حاجه يكتبه وانا هرد عليكم اول باول. لاف يو، واتمنى لكم السعاده، واتمنى لكم ان انتوا تحققوا كل احلامكم يا رب، وتتبسطوا وتحسوا بالانجاز اللي انا حسيته اللي انا حققته لنفسي، لان انا فخوره ان انا حققت حاجات كتير جدا كنت بحلم بيها وكنت شايفاها مستحيله، والناس كلها كانت بتصبطني ومعظم حاجات تقول لي مستحيله، بس انا ما كنتش بسمع لحد، كنت ماشيه في طريقي، كنت حاطه هدف، كنت حاطه خطه وماشيه عليها وما يأستش، وفضلت مستمره على طريقي حتى لو ما كنتش حاسه ان في ثمره في اخر الطريق، بس الحمد لله كانت ثمره، وثمره حلوه جدا 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 جدا. واتمنى لكم يا رب بنفس اللي حصل لي، وان انتوا يكون اخر طريقكم في تحقيق هدفكم يكون ثمرة حلوة جدا. اشوفكم في فلوج جديد. باي باي.